Uh, welcome to Security Plus Chapter Three, uh, Security Architectures. Uh, today we're going to talk about uh, principles of uh, secure enterprise. When we say enterprise, that means uh, complete company or big company. They have uh, all part of the, of the network. so they have uh, their their network and they have internet and they have data center and so on we're gonna see the the principles طيب لما نقول enterprise يعني شركة كبيرة شركة بكون مكتملة فيها كل الأقسام بتاع ال IT أو فيها complete network فنشوف شنو ممكن يكون secure view الأشياء اللي إحنا نحتاج له عشان يكون secure وكده طيب دي الأشياء اللي إحنا هنتكلم عنه في الجسم ده هنتكلم عن infrastructure consideration نتكلم عن ال عن ال devices replacement و security zoom هنتكلم عن الـ network هنتكلم عن ال ال devices كلها نتكلم عن ال طريقة بتاع ونتكلم عن ال VLAN و firewall و, 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 و أشياء أخرى طيب ال device فإحنا في الـ network device عندنا إن مجموعة من الـ device. أهم الـ device إحنا نستخدمه في ال enterprise عندنا إن الراوتر or switch or access point or firewall to get the access security like in the access network Fa so i'll what's the function of the router channel function with router what's the router do الافا انت بتاع نتورك رايت اي تي الله نفتح كله اوكي <applause> okay, طيب راوتر <Router> يعني شنو الراوتر <applause> هو المعنى الحرفي لو كده يعني الموجه يعني بيكون بكون uh, بيكون فيه ولا... بيكون له شنو لا لا لا, لا. يعني ممكن تربط اكتر من من نتورك يس yes, good good بس الاجابه yeah, الراوتر uh, بربط لك اكثر من نتورك اوكي م. بربط النتورك مع بعض اوكي طيب السويتش شنو اذا عرفت الراوتر بربط لنا النتورك والسويتش السويتش بيوزع يعني هو سام نتورك هو نتورك واحد لكن بورتات يعني ممكن اطلع اللي هي شنو بربط شنو شنو بربط النوتس في الـ في نتورك اوكي okay. بربط الاو ديفايس او يا رايت oh, yeah, right. بربط الديفايس ب بينتورك طيب اه uh, uh, يعني هو ممكن نشكل لوكال ايري نتورك اكزاكتلي لكن الراوتر ما ممكن نربط طبعا ديفايس في الراوتر okay. اوكي ايوه صح ايوه في البيت بيقولوا راوتر وبربطوا اجهزه هل الكلام ده صحيح هو مودم مودم ممكن يكون هبقا في البيت ده لكن هو ما راوتر هو طبعا هو عباره يعني عن بيكون في الاثنين في موديم راوتر في البيت يس yes, كوريكت هو بكون الاثنين مع بعض في جهاز واحد فاثنين مع بعض بيكون في جهاز واحد عشان كده اول حاجه بربطك كنتورك داخلي الأجهزة الداخلية بعمل له لوكال نتورك وبربطك مع الإنترنت دي شبكة تانية كده ربطك بالشبكتين للراوتين وبعد ذاك بكون برضو بربطك بأجهزة داخلية هو جهاز واحد لكن بيشتغل تو فانكشنز طيب سؤال تاني إذا قلنا على السويتش بيشتغل في يا تو يا تو لايرز الزور يكون باك جراوند يعني لايرز طيب السويتش بيشتغل في لاير تو في الاي او اس لايرز ببدا من لاير 1 لاير 1 ده طبعا بيكون الكونكشن والاسلاك وال وال نتورك كارد uh, بعد كده <applause> بيجي سويتش <applause> بيشتغل في لاير 2 ولا راوتر بيشتغل في لاير 3 3 لانه السويتش بيشتغل بالماك ادريس والراوتر بيشتغل بالاي بي ادريسز اوكي طبعا ده للناس الدارين زيادة معلومة يعني فطيب فقلنا آه احنا نوصل الاجهزة ديل لازم يكون توصيل توصيل مضبوط السويتش والراوتر والاكسس بوينت طيب الاكسس بوينت شنو الاكسس بوينت دي اجهزه بيخطوها بعد السويتش تعمل تغويه للشبكه صح او او إيه زياده نقاط يعني نقاط بتاعه انترنت في زولين طيب الاكسس بوينت هو يعني نه... زي السويتش لكن بربط الاجهزه عن طريق شنو؟ ويرلس كويس ويرلس انت عندك في البيت بكون الجهاز بتاعك ده برضه يشتغل الثلاثه بيشتغل سويتش وراوتر اكسس بوينت لانه ممكن توصله ب دايركت تربط كمبيوتر بجهازك في البيت عنده فتحات مش كده او تقدر تعمل كونكت بتليفونك او باللابتوب بتاعك وايرلس لما يكون واي فاي يحس واي فاي ده نسميه اكسس بوينت اوكي بيشتغل وايرلس ده كله احنا محتاجين انه يعني نو نوصل التوصيل صحيح ونحطه في اماكن معينه مثلا السويتش أه بكون مثلا لو عندك اي بيلدينج ممكن يكون في اي بيلدينج فيه سويتش ولو عندك اكسس بوينت برضه كله بعد مسافه اكسس بوينت عشان ما يكون في كونكس... كونكشن ضعيف ده طريقه بتاع ريبليسمنت بتاع ال... الديفايسز ثاني اننا عملت secure زوم زومين فالنتورك بكون مقسومه الى سكيور زومين يعني مقسومه الى شنو زوم انا ما او مش او حدود او كده طيب انت مثلا في الانتربرايز زي ما قلنا شركة كبيرة فبكون في ميني زومز يعني من ناحية سيكوريتي فنقوم نفس بين الزوم والزوم بشنو بفاير وول نقسمهم الشبكة الداخلية بتاعنا نخلي انه الناس في داخل الشبكة بكون عندهم نتورك لكن ويكون عندهم اكسس للانترنت لكن ما دايرين الترافيك يجي من الانترنت ويخش لنا لشنو؟ ل ال ال الاجهزه الداخليه فنقوم نحط فاير وورد فاير وورد ده بعمل فلتر للترافيك بعد داك اننا عندنا هاي تانية مثلا إننا الويب سايت بتاع الشركة والايميل سيرفر ده نحطهم في زوم برام لانه ده يعني نخلي الناس من برا يقدروا يخشوا على النتوك بتاعنا ويخشوا على شنو على الويب سيرفر عشان يعملوا براوزنج للنت او يخشوا على ايميل سيرفر عشان يقدر يرسلوا ايميل او يأخذ ايميلات وكده فدل برضو نقطهم في زوم برام من من الشبكة الداخلية عن طريق فاير وور. بعد داك آه مثلا لو عندنا الفاندرز بيشتغلوا معنا برضو نخليهم في زوم انه يقدروا يخشوا على على الداتا بتاع الشركه لكن بحدود معينه ونفسهم بيه بفاير وورد تو وايضا مثلا انت لو عندك عملاء بيجوا الشركه برضو بيحتاجوا الى انترنت فنقوم نخلي بعض الاجهزه في زوم براو نفسهم بفاير وورد ونخلي انه اي شخص جاي من برا دار يستعمل الانترنت يقدر يستخدم الانترنت وما يقدر يخش لنا في شنو في الزوم بتاعنا الحساس او الفيو سينسيتيف كده اوكي

الشبكة أو فتحة بتاع السويتش الفتحة اللي أنت بتحط فيه الكيبل فا ال سكيور زومين أو السكيور سبميت ده بيكون فيه آه فيه فاير وور بيكون فيه آه فيه ثري فت... فيه فيه فيه, فيه, فيه تلاتة انترفيس فيه تلاتة فتحات فالتلاتة فتحات واحد بيكون للبابليك انترفيس والتاني secure subnet interface انترفيس بيكون شنو internal network زي ما قبل اتكلمنا هنا قلنا نقسمهم الى ثلاثه فممكن نجيب بس فاير وورد واحد بيكون فيه ثلاثه فتحات وكل فتحه بيكون بدي لجهه معينه بيكون موصل لجهه معينه بعد ذاك احنا نقدر نعمله شنو نعمل له configuration عشان الحركه بتاعة الترافيك حركه بتاعة وكده طيب ان تاني مصطلح اسمه سيرفيس اتاك سيرفيس فالاتاك سيرفيس ده الاريا اللي بيكون في الشبكة المعرض للاتاك كويس ف... ففي الشبكة العام بتاع الشركة في اماكن بيكون فيه, في سهلة الاتاك كويس طيب الاماكن اللي ممكن شنو بيستغلوا الحكر عشان يعمل اتاك او ال 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 شنو ثريد اكترز فده احنا نسموه شنو اتاك سيرفيس طيب الاتاك سيرفيس طبعا ممكن يكون اي مكان ممكن يكون unauthorized access or data ممكن يكون شنو تقدر تخش عليه بدون access unauthorized access أو شنو في تسرب بتاع data data exfiltrations ده كله محلات سموه شنو attack service محل ممكن يتسرب منه data وممكن طيب محل ممكن يتسرب داتا زي شنو طيب إذا عندنا إن لابتوب وعندنا فيو ولا سي دي سي دي بلاير ممكن شخص ممكن يخش سي دي ويشيل داتا مشكلة أو فيو فتحات يو اس بي زول ممكن يخش في لايز درايف وممكن يسرق داتا مشكلة فده برضو ممكن يكون اتاك سيرفيس عشان كده في الانتربرايز بيعملوك بيعملوا بلوك للاماكن ده كلها عشان ما يحصل تسرب للداتا تلقى كل ال USB اس بي بتاع الشركه لما خد... لما تنزل الفلاش درايف ما يشتغل معك نعمله بلوك و دي سي دي برضو ب... نعمله بلوك ده في الكونفيجريشن تعمل بلوك للحاجات دي كده لان ده كله بحث شنو لما نعمل ده كله شنو نعمل ما تجيت لشنو الفانربيلتي نقلل من شنو الثقرات نعم المعتقد الـ vulnerability also also برضو أسأل الـ regulations بتاع الشركة برضو لازم يكون regulation قوية عشان ما يكون attack لـ service نتيجة أنه ما في concrete أو secure regulations لأنه لما نقول نكفي نقفل الفتحات بتاع الـ USB ده واحد من الـ regulations في الشركة في الشركة ممكن أقول لك كل ال USB Drive بي بلوك إذا ال Regulation ده ما موجود برضه بكون شنو؟ بكون معرض لشنو؟ بكون هنا السيكوريت Security ضعيف فده برضه ممكن يكون واحد من ال Attacks Service طيب ال Connectivity Method أو الطرق بتاع عن الاتصال او توصيل. النتورك طبعا ممكن يكون توصيل عن طريق توصيل مباشر وير كويس قلنا طبعا connectivity method refer to device can be connected together كيف okay, الـ device will be connecting together طيب okay. ممكن يكون wire أو wireless كويس okay. ممكن يكون wire لما يكون موصل عن طريق وير سبيد ممكن يكون معقول وممكن يكون استابيليتي يعني بكون ثابت بكون السبيد بكون صغير ممكن يكون ويرلس عن طريق واي فاي برضو واحد من الطرق بتاعه بتاع لما يكون عن طريق وير طبعا ممكن يكون سبيد ثابت لكن بكون شنو بكون شنو ال بكون يعني غير عملي انك انت لو عندك moving موفين درا... موفين ديفايس مثلا عندك لابتوب موصل عن طريق وير ما بحت... ما ما بكون عندك مشكله انك لما تشيله تمشي مكان ثاني لانه بتجرجر في اسلاك كده عشان كده نقوم نستخدم الويرلس كويس لكن الويرلس آ... برضو فيه security issues انت لما يكون عندك ويرلس معناه ممكن يحصل شنو ممكن يحصل يحسن... الحاجات اللي بحصل اتاك للويرلس لكن اذا موصل عن طريق كيبل ما بيكون في اتاك يعني الشخص ما يقدر يتحصل عليه لكن بيكون له مشكله بتاع it's not flexible لكن اذا عندنا واي فاي بيكون فلكسبل انت ممكن تكون شايل اللابتوب بتاعك وحايم داخل الشركه وعندك كونكتيفيتيز ففي الكونكتيفيتي في حاجات يعني ان الاسكالابيليتي والسبيد والسيكوريتي والبادجت الحاجات ده كله لازم يكون لما داير تيجي تعمل الكونكتيفيتي الشركه لازم تراعي الحاجات دي يعني تراعي ان السبيد ال بكون كيف والسيكوريتي والبادجت وكده لانه لو عندك عندك مثلا مباني كثيره اذا داير تعمل وير لازم توصلوا كلهم باصلاك depend the wear depend the depend the budget كده وإذا وصلت wireless برضو لازم تراعي موضوع السكيورتي ده كل حاجات لازم تعمل له شنو ده ال connectivity methods إننا برضو حاجة تانية بسموه failure mode آه إننا failure mode إننا two type failure open and failure close لما يحصل failure في واحد من الأجهزة في failure open allow traffic pass during the failure maintains connectivity إذا إذا كان إننا واحد من الأجهزة حصل له fail يعني عنده عنده بعد الـ أو عنده بعد الـ errors

traffic to pass during the failure يعني شنو ال ال إذا حصل مثلاً switch failure أو عنده مشكلة نخلي في regulation بتاعنا الشركة على حسب regulation بتاعه إذا اختاروا mode 1 failure open بيسموها لأنه switch بمر traffic يعني بكون في connectivity ماشي أما إذا اختاروا function 2 فأي ده بعمل بلوك طوال الترافيك يعني لو في أي جهاز عنده أي خلل طوال بعمل بكون بعمل disconnect للترافيك. فقلنا ده ده two failure mode يعتمد للorganization security policy. إذا الش إذا الشبكة حساسة جدا طبعا بختاره option one or two, option two إذا الشبكة حساسة جدا وفيه very sensitive information. اوبشن 2 اوبشن لازم تعمل cut اوف لكن إذا كان إذا كان الداتا data نوت not critical data or high high sensitive data اوبشن 1 مش احنا نختاره لكن depends لل, لل organization policy طيب نيجي نشوف devices device سمات بتاع إننا 4 مود 4 اولا active و passive في بعض تكون active و في بعض تكون passive شنو الفرق بيناتهم اذا كان الجهاز uh, active

طيب الفرق الفرق بيناتهم شنو؟ الاي بي لما يحصل اتاك بيعمل بريفين يعني بيمنع بيمنع الـ الـ الاتاك يس yes. اما الاي دي اس بيرسل الارت بس لكن ما بيمنع بيعمل ديتيل بيرسل الارت ف دايما بنضربنا مثال بيه ممكن يكونوا سوفت وير مش ممكن يكون سوفت وير اعمل له بس كونفيجريشن في النت ورك بتاعك ممكن يكون اي بي اس ممكن يكون هارد وير او سوفت وير زيه وزي وور ممكن يكون هارد وير او سوفت وير طيب مثلا قلنا انديشن دي بروفيشن سيستم اذا كان عندنا إن موصله في الجهاز وبعد ذاك حصل اتاك للجهاز جاء suspicious uh, traffic فال IPS ده بيقوم شنو بيقوم بعمل بلوك لل لل للترافيك الجاي هاكرز او اي او فيروس بعمل له بلوك بقفله اما ال, ال IDS هنا برسل مسج بيرسل alert او برسل مسج بيقول انه في حاجه كذا 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 لكن الترافيك بيمر كده ف فاذا الاول اكتف لانه بعمل اكشن والثاني باسيف بس برسل شنو برسل آ... برسل برسل مسج آ... او برسل اليرت في جرس او برسل مسج او كده فده تو آ... تو اتربيوت تو ديفايس اتربيوت ممكن يكون ديفايس اكتف او ديفايس باسيف والاكتف قلنا زي induction prevention system or active induction detection system بس عشان عشان تضرب المثل ده عشان تقدر تعرفهم زي قلنا واحد بكون المباحث ده IDS والتانية زي البوليس البوليس طبعا لما يلقى جريمة بقوم ببلغ الوحدة بتاع بقوم في جريمة وبعدها بعمل Action مش يمسكك يعتقلك يديك تيكيت بعمل Action لكن المباحث ما بظهر بس بيجي بشوف انه في في حاجه حاصل كده كده بيتصل بوحده بتقول حاصل كذا 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 بس هل المباحث بيجي بيتغير شخص نو no. وبرفع بس تغرير اوكي okay. فده نسموه اي دي اس ولا اي بي اس ده احسن مثالين تقدر تفرقهم مع بعض طيب تاني عندنا لاين ديفايس ده الديفايس اللي بيكون موصل طوالي يعني بكون عشان يشتغل لازم يكون موصل طوالي في النتورك او بكون في داخل ال... في النتورك جرافيكس اما ان التاليه تيب والمونيتور فده آه بعد ما تعمل كابتش لل... 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 للباكتش تعمل كابتش للباكتش يعني زي الأول بكون طوالي في الترافيك والتانية باخد آ... كابتش للترافيك بعدك بعمل أنالايز زي شنو لو إننا الناس اللي بيعرفوا الواي شات تقدر تعمل كابشن للترافيكس بعدك تعمله تعمل أناليز. أو لو إننا إن إننا مثلا ويلش الويل شارك اعتقد هو ان لاين لانه بيعمل اناليسس دايركت للترافيك لكن انت تاع الواشر رايت <right>؟ أيه. انت تعمل ال... ف... تعمل كابس للترافيك صح هو هو بيحلل على طول يعني الترافيك يعني اون تايم الترافيك الداخل الطالع على طول بيعمل لك الاناليسس مش ما هي كبشيرو عنده ياخده في database وبعدين يعني later on يجي يعمل أناليسس هو بيعمل أناليسس على طول on time بيعمل analysis ولا انت بتقدر تعمل capture وتشير capture برا انت تعمل analysis auto auto بيعمل يعني تقصدك ال... أبو وهايوة بيعمل أناليسس هو على طول بس الأناليسس بتاعه ما in detail يعني بديك الآي بي كده وجاي من الحته الفلانيه ودخل في الزمن الفلاني كده خلاص انت في النهايه انت بتشيل الكابشر ده بعدك انت تعمل مور analysis مش كده اذا عايز مور. لو دار حاجه معينه لو دار حاجه معينه مثلا يعني هو ما هو هو يعني هو ما بكون فايل طوالي بديك الداتا ما انت تطلبه مش كده لا انت بتفتح بيديك له طوالي انت بتطلب مشكلة ما هو طوالي آي. بعمل ريبورت صح اي اي ما بعمل ريبورت طوالي هو ما بيعمل لكن اونلاين ده اونلاين ده هو بيعمل لك ريبورت طوالي يعني بكون طوالي شغال مع الجهاز لكن انت تفعل البرنامج بعدك تعمل كابتش في التايم اللي انت عاوزه مش كده تحدد التايم بتاعه مثلا انا داير اعمل كابش بعمل له بلاي بعدك بعمل كاتش لل للباكتش بالتايم بعدك احنا نقدر نعمله اناليز دير الأربعة الاربع ديفايس اتربيوت ان انا حاجة تالتة او device تالت ذاك طبعا ال السمات بتاع الاجهزه او الديفايس اتربيوت طيب نيجي نشوف حاجه بسموه لود بالانس اللود بالانس هو جهاز بقوم بوزع اللود او الحموله مثلا نضرب مثلا مثلا اليوم احنا مثلا دايرين دايرين آه دايرين نعمل سيرش لجوجل مثلا في كم واحد بقى مصيت لجوجل في الثانية الواحدة ملايين من الناس طيب هل الأجهزة بتاعنا بتاع السيرفرات بيستحمل مليون شخص يقعد في جهاز واحد في وقت واحد ممكن يستحمل لكن ممكن الجهاز يحصل له داون داون ممكن يكون سلو كويس وممكن يحصل له كراش ده كل حالات وارد عشان كده بقوموا بعمل مجموعة من الأجهزة مثلا يكون في مية ولا ميتين سيرفر في نفس الداتا نفس المعلومات إذا دار تعمل سيرش بعد ذاك بكون في جهاز مربوطة الترافيك اللي بيجي بكون بوزعه مثلا أول خمسين ريكوست بمشي لجهاز الأول والثاني خمسين بمشي للثالث وكده بكون بوزع اللوت عشان كل اللوت ما يكون في جهاز واحد ويحصل له اربع حالات اللي احنا ذكرناها ممكن يكون كراش أو داون أو سلو كده فده جهاز بسموه لود بالانس من اسمه بو... شنو بعمل توازن لللود فبعمل آه... بعمل توازن لللود في السيرفرز كويس ف طيب احنا هنا من ناحيه السكيورتي شنو احنا نستفيد من الكلام ده من لود بالانس اذا كان اللود بمشي لجهاز واحد بقوم بعمل شنو بعمل ممكن يحصل كراش؟ يس لما يحصل كراش هنا في الـ في السكيورتي بحس شنو؟ بنفقده البيانات ما هو كفاءة البيليك في المثلث بتاعنا في البيليك نصه في هذا البيليك ما عندنا البيليك كت 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 زي ما قلنا distribute the network traffic across the multi servers يعني بقوم بقسم لنا ال ال traffic في multi servers طيب the load balance ااا آه, ممكن يكون شنو قلنا hardware أو software كويس ممكن يكون هاردوير <applause> او software مرات مرات بيكون with the router او في الفاير وول طيب لاحظ ده السيرفرات بتاعنا ديل اليوزرز لما يجوا خاشين بكون هنا في جهاز ده load بالانس بعدك بوزع اللود في الاجهزه بعمل distribute لل... loads طيب shift from device to device زي ما قلنا بيحولوا من device to device طيب uh, آه، أنواع بتاع load balance إننا scheduling ال scheduling اشتغل كالآتي بكون إننا جهاز server و server بكون في load balance هنا كويس فبكون السيرفر ده بيشتغل مثلا 5 minute بعمل اوف والتاني بيشتغل 5 minutes بيعمل اوف وهكذا اوتوماتيكلي هنا شنو ال ال اللود بالانس لما ده يجيف بقوم بحول الترافيك هنا لما ده يجيف بقوم بحول الترافيك هنا كده بكون قاعد بعمل distribute لشنو لللود ده واحد من انواع اللود بالانس ثاني ان انا افنتي load balance ده بحصل شنو بحصل كالاتي طيب ده اللود بالانس بتاعنا للترافيك ده للسيرفرات ده ده كيف بوزع اللود كالاتي مثلا آه مثلا الترافيك الاول ده مثلا جاي من نيويورك والترافيك الثاني مثلا جاي من نيوجيرسي ده ممكن جاي من ال اي ده جاي من آه من say فلوريدا كل الترافيك ده لما يجي هنا اللود balance مبرمج بالوديع ده بقوم بحول أي traffic جاي من نيويورك بحوله لسيرفر 1 أي traffic جاي من من, من شيكاغو سايس ذا بلو 1 بحوله ل 2 واي أي جاي من la مثلا بحوله لل لل server 3 فده دايما بقول افنتي load balance فبقوم بحدد مجموعة من اليوزرز وبحدد لهم سيرفر معين ديبند للاي بي ادرس بتعرف انه الترافيك ده جاي من وين فده برضو بساعد في انه اللوت ما يكون كله في جهاز واحد فبقوم بقسمهم للاجهزة مثلا وبيعرف مثلا مناطق فيه سكان كتير مثلا وقوم مثلا يديم تو سيرفرز والمناطق الصغيرة اللي ما بيجي منه ترافيك كتيرة بكون بديم مثلا مجموعه من مناطق بديم سيرفرات فاي ترافيك جاي من من المنطقه ده بكون بحول للسيرفر ده وهكذا فده الطريقه الثانيه الطريقه الثالثه في اللود بالانس بسموه راوند ريبن وده كالاتي هيوزع اللود كالاتي مثلا ده سيرفر 1 A سيرفر B سيرفر C وبكون ده الترافيك الخاش عندنا هنا اللود بالانس بيعمل شنو قبل قلنا ده بيعرف انه الترافيك دي جاي من وين وبوزيو وده قلنا بإشكادولز اما ده ما بهم الترافيك جاي من الاول بمشي سيرفر 1 البعد بمشي سيرفر بي والبعد بمشي سيرفر سي والبعد بمشي ل اي بي سي وهكذا كده بوزي اللود اللوت راوند موزع اللود ده الثلاث انواع بتاع اللود بالانس واضح مش كده كل واحد اذا جاي اي سيناريو ممكن تجاوب له تعرف اي نوعيه بيشتغل كيف فقط اوكي okay. كبير قلنا اكتف تكلمنا عن الاتربيوت قلنا في اكتف والباسيف في الاكتف passive طيب الـ load balance برضو هنا انا uh, active, active load لود وفي الثانية uh, التانية uh, active passive load balance فال active active load balance كل السيرفرات on بكون كل السيرفرات on اما ال active passive بكون في جزء on في اثنين سيرفر on مثلا مثال بس اثنين تمام بكون مجموعة وفي جزء off فا بيشتغل الاثنين ديل مجرد ما واحد فيهم لود بتاعه بيكون آلي وصل وصل حد معين أو حصل له داون طوالي هنا واحد بيكون بعمل on ده اذا كان اللود بتاعه خلاص وصل مرحله انه يكون داون طوالي ده بكون شنو اوتوماتيكلي دا بعمل اون وده بكون داون واللود بيتحول الى هنا وبعد ذاك بكون شغالين اثنين بكون هنا احتياط مجرد ما واحد يحصل داون الثالث بعمل بعمل اون وهكذا ده الـ active باسيف اما الـ active اكتف كلهم اون للفرق بيناتهم الاثنين وكده طيب ده اللود بالانس نمشي لجهاز ثاني اسمه بروكسي بروكسي او بقولوا الوسيط او بروكسي سيرفر او فو بيعتبروه الوسيط او بيشتغل act as enter بيشتغل كوسيط between الاجهزه مثلا Mm -hmm. ف... عشان ليه احنا نستخدم بروكسي نتفادى من هاي السكيورتي نتفادى الدي دي او اس طيب دي دي او اس ما شنو؟ اخذنا في في الاتاك دي دي, دي او اس ال... so, Uh -huh. What's that? distributed denial of a service اللي هو اتاك بيحصل بيحصل من من عدة جهات عشان يعملوا denial of service أو يوقعوا السيرفر يس yes. والثانية الثانية التا... طبعا تكون دي او اس اتاك بحصل من شنو؟ من جهة واحدة يعني من جهاز واحد <applause> اوكي فاحنا استخدم البروكسي ده عشان نتفادى نوعية ده من كده. طيب اننا ثلاثة أنواع من البروكسي فورورد بروكسي الفورورد بروكسي إذا ذا يوزر وذا إنترنت بكون بين اليوزر وذا إنترنت ذا الفورورد بروكسي الثانية بكون الريفيس بروكسي بكون بين شنو مثلا أنا عندي هنا مثلا انا ده حصل على الويب سايت ده فالويب فورورد بروكسي بكون في اتجاه اليوزرز وبعد تخش الانترنت وتمشي الويب سايت ده ساعة ممكن يكون عندك بروكسي زي ده في البيت وتقدر تتحكم فيه وفيه من ناحية أو ممكن تكفي بعض المواقع وهكذا اما ال ريفيس بروكسي بكون في اتجاه بعد الانترنت انت بتخش الانترنت بعد تمشي بكون في اتجاه بتشنو شنو ويب سيرفر هنا الويب سيرفر هنا لانه ويب سيرفر عارفين يا جماعه لما نقول ويب سيرفر يعني شنو عشان ما نقول كلام وناس ما 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 في الصفحه ويب سيرفر يعني شنو اي اي صفحه بطلوبها من الانترنت مثلا دارس على جوجل أو ياهو السيرفر المخزن فيه الويب سايت السيرفيس أه. أيوه لأنه أي أي ويب سايت بكون مخزنة في مكان معين ف فإذا قلنا ويب سيرفر معناه نقصد السيرفر الجهاز المخزن فيه الويب سايت مثلا ويب سيرفر بتاع الأجهزة المخزنة فيه الويب سيرفر بتاع الإيميل سيرفر معناه الإيميل السيرفر المخزن فيه الإيميل اوكي okay. طيب اذا في زول في كلمه ما ما فاهمه او ما بتاع لازم يسال عشان يربط ال طيب فهنا قلنا البروكسي سيرفر بكون مخزن بكون موجوده بين ذا انترنت اند ويب سيرفر وده بعمل شنو بعمل بروتكت للويب سيرفر هنا انت تقدر تتحكم تقدر تعمل كنترول which web server you want access هنا, هنا 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 نعمل بروتكت نشوف الترافيك البضر الويب سيرفر نعمل له بروتكت هنا في البروكسي سيرفر أوكي ال Open, open uh... between... Between يعني Proxy ده بكون between بتون بتون تو انترنت يعني بكون في خلال انترنت ده الأنواع البروكسي اللي احنا مسؤولين منه ثلاثة أنواع لازم تعرف أي واحد في بكون وير هي لوكيت والفانكشن بتاعه شنو يا yeah, اوكي okay. باش مهندس يس yes. معلش انت ممكن بس تفصل لنا شوية في اصلا هي البروكسي دي زادة هي عبارة عن شنو بروتوكول بوليسيز هي شنو بالضبط عشان زول يقدر كده يعني الصورة توضح لهم وسمتايمز مثلا في المؤسسات بتكون ده اتصل مثلا لليوتيوب بيجيك بتاع التكنيكال سبورت ويقول لك عاملين عاملين بلوك للبروكسي اوكي هو انتر انتر كونكشن او وسيط بالمعنى الوسيط وسيط فانت الوسيط ده تقدر تعمل له تتحكم في بعض الاشياء هي هي سيرفر طبعا بيسموه بروكسي سيرفر كويس سيرفر يهاس بخدم لكن انت تقدر تعمل له تتحكم في بعض تتحكم في حركه بتاع الترافيك بتاعك تقدر تتحكم في حركه الترافيك بتاعك عشان كده سموه بروكسي وسيط فانت لما يكون عندك بروكسي هنا فورورد بروكسي اي ترافيك جاي من هنا مثلا في بيتك او في اي مؤسسه تقدر تكفل المواقع الما داير الناس يمشي او المواقع اليوزرز هنا عندك مثلا مثلا عندك في البيت تقدر تكفل بعض المواقع تعملوا فلتر هنا في البروكسي عندك اطفال في مواقع بتاع ادلت ما دا تخليهم يوصلوا دار تقفل الفيسبوك دا تكفل التيك توك تكفل المواقع دي تقفلهم البروكسي هنا تحكم فيه فهو وسيط لكن تقدر تمور كنترول Traffic بتاعك ده البروكسي هنا بتحكموا في الترافيك الداخل للبتاع ده بعمل فلتر الترافيك الداخل لل... لل لل للويب سايتس ده البروكسي طيب هنا اجهزه ثانيه اسمها سنسرز بالعربي يقولوا شنو عنده ال... اسم كده غريب بالعربي مش كده السنسرز بالعربي يقولوا شنو حساسات. حساسات حساسات مش كده اسم كده شويه وير يعني السنسرز uh, هو أجهزة بكون بحول لك ال بحول لك ال environment الخارجي إلى شنو إلى data زي شنو مثلا uh, temperature sensors بكون في جهاز uh, بعمل sensing للtemperature وبقوم بحولك الى داتا انت لما تحط يدك في محل سخن يدك بتحسس السخانه مش كده كويس برسل داتا للميموري بتاعك او للبرين بتاعك بعد داك انت بتشعر بسخانه وبعد داك تجور يدك الكلام ده بيتم في اقل من كسر من ثانيه كويس نفس الحكايه السنسرز بتاع temperature سنسرز لما يكون جو ساخن بقوم بشيل ده بحوله لداتا بخش ببروسيس معين كمية الحرارة الموجودة بحول الداتا وبحول الرغم وانت بتقدر تقرا تقول درجة حرارة 40 درجة درجة حرارة 30 درجة, درجة, درجة. ده عن طريق سنسرز ده 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 اذا تمبريتشر سنسرز او موشن سنسرز اذا في موشن قدامك بقوم بحول في موشن بقوم بحول الموشن موشن ده الى انه في موشن وكده فده ده ده السنسر. طبعا سنسرات كتيرة جدا وأنواع كتيرة جدا وكده في ديستانس سنسر بقوم برسل سيجنال للمسافة معينة والسيجنال ده بيمشي في المسافة في نهاية المسافة وبيجي راجع وبقرا بقرا السرعة اللي رسله بيشوف السرعة اللي استقبلوا بعمل كالكوليشن وبقول لك المسافة من هنا لهنا ده كده المسافة بين كده لكده بقرا لك طوالي كده بطريقة معقدة في النهاية انت it's very easy بس توجهه كده بيقول لك مسافة كده distance فدي السنسرات فنفس الحكاية احنا عندنا في النتورك برضو نخط سنسرز عشان نقدر نقرا الترافيك الماشي ونقرا نوعية الباكتس الماشي اذا في اي اه اذا في اي suspicion سي

طيب شنو الفرق بين ال 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 السنسس والكوليكترز؟ طيب السنسر بيكون في أكشن الكوليكتر بس بيجمع لك يعني زي اللوك فايل كده مش كولكتر بيجمع بس الداتا طيب بكبشير. اوكي احنا ما تكلمنا Into the sensors action type hina the When the sensor provided the row of data, the collector convert this row of data into law you know, lo uh, logical information or information that mask sensor. Yeah, I need a sensors data. Okay, masana temperature بتحسس التمبريتشر بقول لنا التمبريتشر 40 50 60 اما الكوليكتر بحول لنا الكونفير داتا ديشن لوجيكال انفورميشن يعني الداتا اللي بيجي من السنسرز الارقام اللي بيجي من سنسر 30 40 50 60 ده الكوليكتر بيقوم بيجمع لنا اللوجيكال انفورميشن لوجيكال انفورميشن لو ضربنا مثل بسيط جدا في temperature مثلا جانا 90 80 70 توالي هنا الكولكتر يعني 80 90 60 معناه درجة الحرارة اليوم درجة الحرارة شنو؟ high كويس فانت زول لما زول ت... ما بيعرف تقولو تقوله درجة الحرارة 80 90 ما بيفهم لكن لما تقولو درجة الحرارة high the logical information مش او بقول لك درجة الحرارة low مثلا درجه حراره قاعد بسجل 10 20 30 السنسر بديك 10 20 30 ارقام لكن الكولكتر بحول لك الارقام دي لشنو لوجيكال داتا يعني بيقول لك مثلا درجه حراره اليوم منخفض كويس انت لما اقول لك درجه حراره منخفض ترى انه جو بارد ممكن كده بكده لوجيكال داتا بالنسبه لك بعد كده انت لو طالع بره أو عندك أي حاجة دار تعملو تعرف عند الجهاز منخفت وتقدر شنو تشنو تبروتكت يور لما يقولك درجة حرارة تمانين تسعين مية أرقام سنسر بيجيبلك لكن لما يجي في collectors بيجيب بيجيبلك انه درجة حرارة فيري هاي أو هاي أو كده فده داب كله لوجيكال داتا طيب نمشي لجهاز تاني سويتش جبل سلافة لنا السويتش بربط شنو بربط نوتس او بربط اجهزه مع بعض ان انا اي اجهزه نقدر نربطهم مع بعض عشان نعمل الشبكه خط سويتش والسويتشات بيختلف آه بكون في مجموعة من الفتحات في نوع عنده 6 في واحد عنده 8 بيجي 24 بيجي 48 ده على سويتش أنا قابلني 48 فتحة و آه بكون في بورت إحنا بنقول ننزل الكابل بس هنا بكون هنا وصلنا الأجهزة دي مع بعض وهم بعد بعد كده نعملو configuration لش نتخاطبو مع مع بعض فالسويتش يالفونكش بتاع شنو السويتش is a network device or hardware أوكي okay, network هاردوير طبعا switch لازم يكون هاردوير. ما ممكن يكون software صح؟ it's right right switch ممكن يكون hardware uh, software Yes, no. 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 Good. Good. <applause> طيب. فقلنا هاردوير متفقين على ونستعمل عشان نعمل نتورك الفانكشن بتاع switch شنو؟ What's the function of switch؟ ذكرناه اتكلمنا فيه بس كده نربطهم مع بعض كده ما عنده يس ماشي انا اعمل يا الباكيت الطالع والباكيت الداخل. جود اوكي okay. بعمل اي داتا يا جماعه بمشي لما نقول باكيت الناس اللي ما عارفين كلمه باكيت اي داتا بكون بمشي في شكل باكيت فالسويتش بعمل شنو بعمل ريسيفينج وفورورد بيستقبل وبرسل اي باكيت جاي من كمبيوتر بتاع قلنا انس بقوم بيستقبله بستقبل السويتش بعد ذاك بشوف انه الباكت الباكيت ماشي وين مثلا ماشي لمنال بقوم برسله للبورت الموصل في الكمبيوتر منال معناه ب... الفانكشن بتاع السويتش هنا شنو؟ ريسيفين اند فورورد بستقبل بيستقبل وبرسل زي شنو؟ زي البريد مش كده؟ بيستقبل الرسائل و برسل الرسائل الرسائل الجاو الرسائل الجاية من نيويورك كلهم بيستقبلهم البريد بتاع شيكاغو بعد ذاك بقوم برسل على حسب العنوان بتاعه بيستقبل وبرسل والجاي من شيكاغو ماشي نيويورك بيستقبلهم برسلهم يس ذيس ذا سويتش اوكي ذيس از سويتش هنا شفت قلنا بكون مربوطه اجهزه مثلا في تي في ريكورد جيمز هارد درايف بي سي اي نوع من الديفايسز بكون مربوطين بشنو بسويتش بعد ده السويتش بيكون مربوطه براوتر وراوتر موديوم موديوم للانترنت بيهمنا الجزء ده ده كله بيكون بيشكل لنا شنو نتورك ده بيشكل لنا نتورك تانية عشان كده ربطناه بشنو بالراوتر اوكي طيب ده الراوتر اهو ده ده الراوتر قلنا آه... واحد يورينا الفرق بين سويتش وراوتر شنو من غير سلاف باقي الناس احنا ذكرناه قبل كده سلافه ذكرت الكلام اوكي قلنا okay. السويتش استعملوا نربط الاجهزه لوكال uh, اريا لكن الراوتر نربط تو نتورك ده نتورك وده نتورك نربطهم بالراوتر مع بعض او مجموعه من النتورك <applause> ده الفرق بيناتهم السويتش والراوترات كويس برضه الراوتر سوفت وير نو هارد ويرك Allow to com communication between you know, between your lo local area network or home network and internet. ممكن يكون شكله زي لا ممكن يكون أشكال كثيرة جدا. مختلف. بيشتغل في layer okay. شنو؟ layer 3 switch يكون بيشتغل في layer شنو؟ layer شنو؟ switch layer 2 Okay, good. طيب. لاحظ هنا هنا انترنت هنا شبكة هنا وإن شبكة هنا مربوطين الشبكة الداخلية مربوطة بالسويتش الشبكة الداخلية مربوطة بالسويتش الشبكة ده مربوطة ب براوتر عشان يربط لنا الشبكات دي مع بعض ومع الانترنت نمشي للديفايس تاني الفايروول الفاير وول قلنا ذا فيرست ديفنس لاين الخط الاول للدفاع في الانترنت او في الشبكه هو الفاير وول طيب عندنا انترنت هنا وهنا شبكه داخليه تكون موجوده هنا اول خط بتاع الدفاع بعمل شنو؟ بعمل allowed allowed أو deny للترافيك بعمل allowed أو deny للترافيك شفت الجرافيك الجرين ده خلاه مشى لكن الأحمر ده ما خلاه مشى أوكي طيب أوكي الفاير وول طبعا قلنا في نوعين من Firewall ممكن يكون software وير وممكن يكون هارد وير لكن السويتش والراوتر لازم يكون hardware طيب ممكن يكون الـ Firewall اثنين هوست بيس والنتورك بيس ووضحنا لما نتكلم عن نتورك نتكلم عن الشبكه لما يكون هو هو هوس بيس ما نتكلم عن جهاز واحد فاذا موصل بس في جهازك ده بيقولوا هوس بيس فاير اذا موصل في الشبكه كلها لحمايه الشبكه بسموه نتورك فاير وول طيب بيشتغل بحايه بسموه اكسس كنترول ليست ACL لازم تعرف ACL access control list. Access control list ده ده بكون فيه القوانين او ال, policies. ال, ال rules بتاع الفاير كيف مثلا ده الاكسس كنترول عباره عن ليست بتاع اكسس مثلا اكشن والريسورس والديستنيشن من والى الترافيك التالي من ال IP Address ماشي الى ال IP Address ده هل نسمح له؟ إذا كان دير نسمح له نكتب له نكتب له شنو Allow إذا ما دير نسمح له Deny okay. أوكي ده ال Access Control List ال Access Control List بكون جدول بكون فيه الـ Rules يا Access يا Deny No in. بس يا بكون Access يا Deny احنا نجي نعمل له برمجه ونكتب الاي بي و والريسورس الماشي بعدك نحدد له صلاحيه يا اكسس يا ديناي عندنا حاجه ثانيه لازم نعرفه في الفاير وول يسموه ام بي سي ديناي ام بي شنو اي Firewall لما نجيب جهاز جديد ده ما عملنا له اي configuration أي ترافيك بيقفلوا لك بكون بلوك all the traffic ما لم أنت تقول له شنو تقول له اسمح له أو أو allowed أوكي فده كده بسموه empty deny إذا جابلك أي سؤال empty deny معناه شنو by the by the default الـ firewall بيجي مقفول ما بسمح لأي ترافيك يمر ما لم أنت تسمح له تعمل له configuration تحدد له الترافيك اللي بيمشي عندنا فايروورد متقدم بيسموه Next Generation Firewall N N G F W لو قابلت كلام زي ده بيشاف وير ده معناه Next Generation Firewall ده الفايرورد اللي بيكون حديث أو الجديد طيب ده بكون بيشتغل بيشتغل شنو بيشتغل as packet filters firewall بيشتغل as packet filter firewall okay. كويس طيب ان انا دي مهم جدا برضو في الـ في الـ, الـ السكيورتي اسمه يو تي ام يونيفاي ثريت مانجمنت يونيفاي ثريت مانجمنت ده بيشتغل زي زي احنا اننا حاجه بيسموه اولد ان وان مش في حاجه يقولوا اولد ان وان في الprinter's multifunction printers مش بيكون all in one، بكون عندك printer في الشركة بيشتغل printers، بيشتغل scanners، وبيشتغل تاني بيشتغل شنو؟ بيشتغل copiers جهاز واحد all in one، يعني بيشتغل كل الفانكشن في جهاز واحد، نفس الحكاية عندنا هنا UTM Unified Threat Management، ده بيشتغل لنا provided multi security functions. يكون جهاز واحد لكن بيشتغل لنا ملتي سكيورتي فانت بيشتغل لنا انتي فيروس انتي سبامز بعمل لنا شنو كنترول بعمل لنا كنترول لل بعمل لنا فلتر للترافيكس فلتر للويب ويب فلترين كويس ده في جهاز واحد كويس جهاز واحد بعمل لنا ممكن يكون في انديشن ديتكشن سيستم انديشن بروفنشن سيستم ممكن يكون فاير وورد مش قلنا أكس زي ممكن يكون سوفت وير كويس ده طبعا بكون في الشركات شوية صغيرة يعني بكون في جهاز واحد لكن الشركات الكبيرة ده بكون جهاز ده بكون جهاز ده بكل, كل كل الحاجات ده كل واحد بكون جهاز قائم بذاته لأنه بكون فيه sensitive داتا وبكون فيه ترافيك عالي جدا وكده فده بيسموه unified threat management provided multi security features in one device بكون device زي إيه ده بكون بيشتغل لك الحياة ده كله تقدر تعمله configuration بس كويس بعمل فلتر لل لل, لل... للـ كل السكيورتي سكيورتي فيتشرز في جهاز واحد هنا لو جاك سؤال بيجيك سؤال بقولك لك انك اننا اننا شركه فيه كل السكيورتي فيتشرز في جهاز واحد مثلا انتي فايروس بحدد لك كل الاجهزه ده عشان يجي لك السؤال عشان يعمل لك كومبليكيتد في النهايه بيجي يقول لك وات تايب اوف لك هل بيقول لك مثلا جهازنا ده بيشتغل مثلا فاير وورد بيشتغل لنا اي دي اس اي بي ام بيقول جهازنا ده مثلا فاير وورد ولا يو تي ام ولا اي دي اس اور اي بي اس مجرد ما شفت انه الجهاز بيشتغل لك كل ال الاجهزه كلها في جهاز واحد طوالي يونايت يونيفايد ثريد مانجمنت يو تي ام يو تي ام طيب انا ثاني هاي سمو جامبر سيرفر طيب جامب سير نأخذ بريك ولا انتوا معي ولا ناخذ بريك طيب يس yes. اوكي طيب آه... ناخذ الجزء ده ناخذ بريك هنا كويس اوكي طيب آه...